سمعت لك في شيخ بيكتب كتايب وبرجع الغايب. لك وانتي مين قال لك هالحكي وليه؟ وشو اجى على بالك سيرته؟ اوعك هاولك اماني، والله اذا بيدرى اخوك بدر غير لحتى يذبحك ذبح. لك شبكي جناتي؟ انا هيك بسمع يعني. بيني وبينك حابه اروح لعنده، بلكي بيرجع لي ضياء. يعني والله العظيم ناطف قلبي يعني لصير ببيته. لك اسمعوا على هالحكي، هلا هذا الدجال بده يرجع لك خطيبك؟ مجنونه انتي؟ لك انت وياها تعالوا لهون ساعدوني، حاجة حالك طول النهار. يلا يا عمو يلا حقك علينا. لك انكسر ضهري تضربي منك إلى. يلا يا عمو. يلا يا عمو. يا عمو وينك يا عمو؟ إلهام. أهلين يا عمو، الله يعطيك العافية إن شاء الله. الله يعافيك يا عمو. يا عمو قسما بالله مهدود حيلي، ولك عبين هاد حيلي مشان تجيب القرش وحطه بهالبيت. والله بعرف يا مو بعرف. أخ الله يخلصني من اخواتي البنات لاهتم بحالي شوي، لك رح يطلق قلبي على ما اتجوز. لك يا ابني انت بتعرف انه هذا يوم المنى. منين يا حسره؟ ما انا كل قرش عم جيبه عم ببره بهذا البيت. الله كريم يا مو، بس انت مو ضروري تسمعني هالموشع كل يوم. من حرقه قلبي يا مو، من حرقه قلبي والغصه اللي جواتي. كل رفقاتي جوزوا وصار عندهم اولاد الا انا. المهم هلا شو طابخين؟ فرقت بطاطا. شو؟ فرقت بطاطا؟ ولك يا امي ما بتعرفيني ما بحبها ومو طيبه؟ وينك ولي اماني؟ الهام؟ نعم اخي. فوتي على بيت المونه، طالعي شويه قورمه وفقسي فوقهم ثلاث بيضات يلا. لك اخي والله انكسر ظهرنا اليوم من التعزيل، مشي حالك بين فرقت بطاطا. دي وليه سمعاني بين فرقت العصي رح تعلم على جنابك اذا ما بتسمعي الكلمه. ضربي على انتك فوتي يلا يخلصني منك ومن اختك. حرام عليك، ليش هيك عم تحكي؟ لك من قهري يا مو، من قهري وحسرتي على حالي، الله يخلصني بقى من هاي الحالة. لك شفتي؟ ما رضي إلا وأعمل له قورمة بالبيض، لك ما بيخاف الله؟ لك لأنه قوي وقارح، ولسه ضاربنا من نية إنه عم يشتغل ويصرف علينا، ولا كأنه نحن أخواته ومجبور فينا. لك الله يتطلع بحالتنا ويخلصنا منه ومن هالبيت. يا رب. إلا ما أروح عند أبو سمير وخليه لاقي لي حل لمشكلتي. أبو سمير؟ مين هذا أبو سمير؟ نفسه تبع الحجابات. كولي أماني، أنت جنيتي على الخالص ها؟ خلصي خلصي وانسي هالسيرة. أنا أماني وجاي لعندك. أنا بعرف ليش جاي، بعرف. أنا قالوا لي إنك بتعرف شو بده أي حدا بيدخل لعندك. شو في عن وشك؟ شو في عن وشك؟ بدي أشوف وشك شو بيحكي. شي بدك اياه وما عم تقدري تحصلي حالي. ايه صح، انا مشان هيك جاي لعندك، خطيبي بدي اياه يرجع. بعرف شميها. إذا شميتي ريحة حلوة رح يرجع بالقريب العاجل. إذا ما شميتي شي بيكون صار مع العالم الثاني. شو قصدك العالم الثاني؟ بدي خلي لا تحكي. شمي شمي
شمي. وينها هي بنتك يا عمو؟ وينها؟ والله ما بعرف. والله إذا بيجي أخوك لقيمة قيامته علينا. لك على أساس راحت ساعة بدها تودع رفيقتها قبل ما تتزوج وتجي، لك وينها لهلا؟ قلت لك روحي معها، بس أنت ما رديتي علي. لك يا عمو ما شفتيها شلون جنت لما قلت لها بدي روح معك؟ أنا حابة تشوفها لحالها. بتعرفي أنا حأستنى شوي، وإذا ما إجيت رايح أشوفها، لأنه إذا بيجي أخوك والله ما بعرف شو بده يساوي. الله يرجع لخطيبة بخير وسلامة ونخلص من هالقصة بقى. يا رب الله يفرحني فيكن لحتى أخلص من نق أخوكن. لك تضرب هالحياة اللي عايشينها، لك تضرب عيشتها للبنت شو ما عملت مو خالصة. خرسي ولي خرسي ونقلعي لبرا. يلا خرسي. أخذت أغلى ما عندي يا ابن الحرام. عامل لك خرسي، ما بدي اسمع صوتك بنوب، فهمتي؟ لجيك عملت أنا على وش الجواز يا ربي. ولا تضربي أنت والجواز، وضربي أنت والجواز. روح ادلعي ولك ادلعي ولك ادلعي. الله يوفقك. Oh!
قتلته ملحات سدت عالم الاسطوح ملحات اغسل شرفي طالع شوفها برا اذا ما ماتت مشان اخلص عليها ولك على شو عم تبكي؟ على بنتك العايبة؟ ولك آخ لو قدرت أوصل لها وأذبحها بإيدي هدول؟ لك حرام عليك، حرام عليك يا بدر، لك أنا أم فقدت بنتين، واحدة صارت بالقبر والثانية غشت ما عادت حكت، حرام عليك. وأنتِ وليه؟ ما بدك تحكي مين عمل هيك بأختك؟ ما بدك تحكي مشان يشرب من دمه؟ لك يا حسرتي علي يا عم بدر ولك يا حسرتي علي لك يا حسرتي علي انا شو حملت لحتى يصير فيني هيك ولك الله لا يرحم لبنتك ولك يلعن ابو البنات على ابو اللي بده يجيبن كل عيشتن قهر وعار أنا رايح أجيب كم غراض وبدي زور قبر أختك جاي لعندك انا بعرف ليش جاي تي جاي لعندي لتعملي سحر للشاب اللي بتحبيه مشان يجي لعندك ويخطبك شوفي عن وشك شو بدي أعمل فيها؟ هي بدك تشميها بدك تشميها وإذا شميت ريحتها حلوة يعني اللي بتحبيه راح يجي ويخطبك وإذا ما شميتي ريحة بنوب شميه
شميه. عملت شي ما هيك؟ لك ان شاء الله يعملوا جلدك دربكات، عامل لي ساحر فيها ما هيك؟ لك والله لربي الرود السود فيك يا كلب. امشي معي، امشي قدامي لشوف، امشي امشي. هذا هو ناوله اتحرك قدامي. تعرف مين انا يا واطي؟ انا اختي الاماني اللي ضحكت عليها وعملت فيها عملتك الوسخه، واخوها كان بده يذبحها قام هربت وسدت حالها عن الاسطوح. اماني الصبيه الحلوه يلي قضيت عليها يا واطي يا حقيد. هدي هدي يا بنتي، هدي هدي، الله يرضى عليك. خذه اتحرك. طولي بالك يا بنتي، طولي بالك. لك يا واطي بدر، اختك هي شريفه وطاهره ولازم ترفع راسك فيها، لأنه هي أختك إجت لعنا واتفقت معنا لحتى كشفنا هالدجال اللي كان سبب بموت أختك. لا تدهور حالك يا بدر،